هذا البرنامج برعاية QNB. السادة المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معمر عواد يحييكم من هنا من العاصمة القطرية الدوحة، ويدعوكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عين على قطر، في استعراض لأهم وأبرز الأحداث السياسية والاقتصادية التي عاشتها الساحة القطرية خلال أسبوع. البداية وكما جرت العادة مع هذا الشريط الإخباري القصير. تبدأ قطر بإمداد جمهورية مصر العربية بخمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال نهاية شهر يوليو تموز المقبل ولغاية منتصف سبتمبر أيلول، وتحتاج مصر إلى الغاز الطبيعي والوقود لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد منذ أشهر. أصدر مصرف قطر المركزي سندات وصكوك إسلامية للبنوك الوطنية لمدة 3 و5 سنوات بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ريال، وسيخصص نصف الإصدارات لأجل 3 سنوات والنصف الآخر لأجل 5 سنوات، على أن يتم صرف الكوبونات الخاصة بتلك الإصدارات بشكل نصف سنوي. حصلت شركة قطر للبتروكيماويات قابكو التابعة لشركة صناعة قطر على تسهيلات مصرفية إسلامية من بنك بروة بمبلغ 1,100,000,000 ريال قطري، وذلك لدعم نشاط الشركة وتوسعاتها في مجال إنتاج وتسويق المواد والمنتجات البتروكيماوية. وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طلب إعادة شراء أسهم شركة الملاحة القطرية كأسهم خزينة، على أن يتم استخدام المحفظة الاستثمارية للملاحة لتمويل إعادة شراء بحد أقصى 5% من الأسهم المصدرة للشركة. بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر 159 مليار ريال قطري بنهاية العام 2012 مقارنة بحوالي 140 مليار ريال قطري في العام 2011 بنسبة نمو بلغت 13%. تستعد قطر لاستضافة النسخة الرابعة من معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري ديميديكس مطلع العام المقبل 2014 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقد وقعت القوات المسلحة أمس عقدا مع شركة كلاريون إيفنتيس إحدى الشركة العالمية الكبرى في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات لتتولى تنظيم النسخة الجديدة من المعرض. جديد المعرض هذا بيكون هو نفس النسخة السابقة ولكن بتطورات جديدة، بالإضافة إلى شركات جديدة حتكون موجودة في المعرض. يعني احنا نتكلم عن شركات حتتجاوز 200 شركة للمعرض هذا، وهذا أعتقد إنجاز. يعني وإحنا الآن باقي تقريبا حوالي 6 شهور 7 شهور على المعرض أو 7 شهور، فأعتقد هذا إنجاز. في خطوة مفاجئة، شركة بروة للتطوير العقاري تعلن عن نيتها بيع أصول تملكها لصالح شريكها الاستراتيجي شركة الديار القطرية بقيمة تصل إلى 26 مليار ريال قطري. طبعا هذه الخطوة تأتي بعد خطوة مماثلة قامت بها الشركة العام الماضي عندما قامت ببيع أصلين لشركة الديار القطرية بقيمة وصلت إلى 16 مليار ريال قطري. بروة تقول بأنها تهدف من هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الشركة على المستوى المالي وكذلك تخفيض مديونتها التي وصلت إلى 37 مليار ريال قطري بنهاية العام 2012. تقرير خاص حول شركة بروة العقارية منذ التأسيس حتى الآن نستعرضه في هذا السياق. شح المعروض العقاري واشتداد الطلب على مخرجاته ألهب نار الأسعار والإيجار العقاري في قطر منتصف العام 2005، ما دفع الحكومة القطرية آنذاك للإسراع في تأسيس شركة عقارية تقلص الفجوة في معادلة الطلب والعرض العقارية. فكانت شركة بروة التي طرحت نحو 55% من أسهمها في اكتتاب أولي، بينما استأثرت الديار القطرية على النسبة المتبقية من رأس المال والبالغ حاليا نحو 4 مليارات ريال قطري قبل أن يتم إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر منتصف العام 2006. وقد زادت أصول شركة بروة بنهاية العام 2012 عن 54 مليار ريال، بينما ما تزال المديونية مرتفعة عند 37 مليار ريال بسبب عشرات المشاريع التي اقتحمتها الشركة داخل قطر وخارجها، ومن بينها مشروع الشارع التجاري بتكلفة 4 مليارات دولار ومشاريع بروة السد والبراحة والوكرة والسيدية وغيرها من المشاريع الموزعة في مصر وبعض دول منطقة اليورو.
ارتقى حجم حقوق الملكية في برو العقارية إلى أكثر من 13 مليار ريال قطري بنهاية العام 2012، في الوقت الذي تقلص فيه عدد الشركات المملوكة لبروة من 28 إلى نحو 17 شركة في إطار عملية إعادة هيكلة قامت بها الشركة خلال العام 2011، بينما حافظت الشركة على حصتها في بنك بروة عند 40% من رأس المال، وأبقت على عدد الشركات التابعة لها عند 9 شركات فقط، من بينها شركات أساس وسميت الاستثمار ونزل القابضة في مملكة البحرين. تصدر الملف السوري بتداعياته على المنطقة والعالم أجواء منتدى أمريكا والعالم الإسلامي في نسخته 10 هنا في العاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب قضايا وملفات ساخنة كما في أفغانستان وباكستان، وكذلك قضايا الرأي والهوية في إطار أعمال هذا المنتدى الذي استمر جلسات أعماله على مدى 3 أيام متواصلة. طبعا هذا المنتدى يعود بتاريخه إلى ما بعد أحداث 11 من سبتمبر في العام 2001، والذي دأبت على الدوحة لاستضافته سنويا. التردد والارتباك الذي يتسم به أداء الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة السورية يلقي بظلاله على أعمال منتدى أمريكا والعالم الإسلامي هنا في الدوحة، والتي أعلنت قيادتها سياسيا انحيازها للشعب السوري والمعارضة المسلحة ضد النظام، وباتت ترى أي دوحة ضرورة لإعادة صياغة العلاقة بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية على أساس من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. إن تزايد التعصب الديني في المجتمعات وعدم القبول بثقافة المخالف والأفكار الدينية الأخرى يفرض على الدبلوماسية أن تلعب دورا فاعلا ومهما من خلال خلق جسور مشتركة لكي يسود التعايش السلمي والحوار والتسامح بين الجميع في عالم ديناميكي سريع التحول، وبما يسهم في تأسيس علاقات إيجابية بين العالم الإسلامي وبين الحكومات والشعوب. المنتدى الذي تأسس في أعقاب هجمات 11 من أيلول يعمل على مد جسور التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي، وساهم إلى حد ما على ابتكار شبكة علاقات بين قيادات أمريكية وإسلامية على المستويات الحكومية والمدنية، ووفر فرصا للحوار وتبادل الأفكار، وهو ما سوف يتم استكماله في الدورة 10 الحالية التي تنظر في التجانس بين الديمقراطية والتنمية وفرض السياسة والثقافة والرأي العربي والهوية، إضافة إلى الأثار الجانبية للأزمة السورية وتأثيرها على الإقليم. هذا المنتدى أزال الكثير من التحديات التي حددناها منذ 10 سنوات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. لقد تغير إطار حوارنا بشكل دراماتيكي، فالحرب في العراق فاقمت التحديات لكنها انتهت، والحرب في أفغانستان على وشك الانتهاء، والتهديدات التي نواجهها في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تقل خطورة عما كانت عليه قبل 11 من سبتمبر. التهويل من خطر وصول الإسلاميين إلى السلطة والتردد تجاه إقامة حوار مع الحركات الإسلامية هاجس يتلبس الغرب في علاقاته مع العالم الإسلامي الذي يتصاعد فيه المد الراديكالي على حساب المد المعتدل بعيد ما سمي الربيع العربي، ما عمق من فجوة التقارب بين الطرفين وعزز من منسوب الإسلاميفوبيا، وهو ما يحاول المنتدى في دورته الحالية ترميمه فوق أرضية مشتركة تساهم في بناء الثقة وتعزيز الحوار المتكافئ على أساس المصلحة المشتركة العامة. هيئة الأشغال العامة القطرية أشغال توقع على حزمة من العقود الإنشائية وكذلك الاستشارية لعدد من الطرق السريعة في دولة قطر. قيمة هذه العقود تجاوزت 7 مليارات و200 مليون ريال قطري. السيد أو المهندس ناصر المولوي، وهو الرئيس التنفيذي أو المدير العام لشركة أو الهيئة العامة لأشغال، تحدث عن هذه المشاريع، عن الخطط والبرامج التنفيذية، تحدث بأنها تأتي في إطار استثمارات قطر في مجال البنية التحتية والتي قد تصل إلى مستوى 100 مليار ريال قطري في غضون السنوات العشر المقبلة. اليوم وقعنا احنا حوالي 10 عقود، منها عقدين للتنفيذ مع شركات مقاولات بقيمة 3 مليار و900 مليون، بالإضافة إلى 8 عقود استشارية للتصميم والإشراف بقيمة 3 مليار و300 مليون. طبعا هذه العقود هي جزء من خطة هيئة الأشغال العامة لتطوير الطرق الرئيسية في مدينة الدوحة وخارج مدينة الدوحة مثل ما شفتوا،
طبعا هذه تعتبر يعني خلينا نقول العقود الاستشارية هي الخطوة الأولى للقادم اللي هي من ناحية العقود التنفيذية إن شاء الله. احنا طبعا في المرحلة الحالية جزء حتى من هذه العقود الاستشارية راح يغطي أعمال إشراف لمناقصات هي في مرحلة التقييم الفني أو في مرحلة المناقصة. فنتوقع إن شاء الله في القريب العاجل أيضا يتم توقيع عدد كبير من العقود التنفيذية لبعض المشاريع. وهذا يطرح السؤال، إذا كنا نتحدث عن عقود استشارية بهذا المبلغ فماذا عن قيمة المشاريع التنفيذية؟ احنا والله مثل ما قلنا سابقا ان احنا في هيئة الأشغال العامة مجموعة أو قيمة توقعاتنا القيمة التنفيذية للمشاريع أنها إن شاء الله تكون في حدود 100 مليار ريال قطري أو حوالي 30 مليار دولار. فبالتالي مثل ما قلت يعني احنا طبعا المشاريع هذه مشاريع كبيرة، مشاريع نتكلم على تطوير طرق رئيسية مع خدمات البنية التحتية المتكاملة. فطبعا العقود اللي جاية راح تكون طبعا بصفة أنها عقود تنفيذية راح تكون ذات قيمة أكبر يعني حتى إن شاء الله. طبعا أسأل هنا عن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي يتقاطع عملها مع عملكم، ربما أسأل عن شركة الريل أو مشروع شركة حديد قطر الذي يباشر عمله، ماذا عن آلية التعاون والتنسيق بينكم وبينهم؟ احنا طبعا التنسيق سواء كان مع شركة الريل أو مع الجهات الأخرى في الدولة يتم من خلال عدة مراحل، لكن طبعا بالنسبة لمشروع شبكة المترو خاصة أنه مشروع كبير ويغطي أيضا معظم مناطق مدينة الدوحة وعملهم بيكون في حرم الطرق الرئيسية، فبالتالي في تنسيق أكبر، في تنسيق على مختلف المستويات من لجان فنية ولجان عليا. طبعا مش بيننا احنا وبين اشغال بين شركة الريل مباشرة، هناك طبعا اضافة الى جهات اخرى اللي هي تتولى عملية التنسيق على سبيل المثال ولها دور رئيسي اللي هي وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى. فطبعا في عملية تنسيق في مختلف مراحل المشاريع. طبعا احنا نتكلم على المشاريع هذه راح يكون فيها تنسيق من حيث الأولويات البدء بالتنفيذ سواء كان طبعا لنا احنا او لشركة الريل والتداخل اللي ممكن يصير، فيتم دراسته على مثل ما قلت لك مثل مختلف اللجان. قد يكون هناك عتب من المواطنين وكذلك المقيمين في دولة قطر أن أشغال لديها حزمة كبيرة من المشاريع ولكن هناك بطء في تنفيذ هذه المشاريع، ماذا أولا يعني ترد على هذا الاتهام، وكذلك أيضا ماذا عن التواريخ أو دخول هذه المشاريع حيز التشغيل؟ طبعا يمكن هذا فيه يعني جزء من الحقيقة، لكن نرد ونقول ان احنا طبعا تطوير خلينا نقول لما نتكلم على تطوير شوارع حالية موجودة في مناطق سكانية يتطلب العمل طبعا اول شيء من ناحية حتى التصميم فترة اطول، ومن ناحية التنفيذ طبعا في صعوبات تواجه اي مشروع غير لما مثلا يكون في منطقة غير آهلة بالسكان. فبالتالي احنا من خلال توقيع هذه العقود على اساس انه نسرع بالعملية وبالتالي على الأقل في مرحلة التصميم ومن ثم البدء بالتنفيذ، ويكون في تنسيق بين مختلف يعني خلينا نقول المشاريع اللي هي راح تكون يعني شغالة في نفس الوقت. فإن شاء الله يعني احنا الهدف من المشاريع هذه ان يتم الانتهاء منها إن شاء الله مع نهاية 2018، هذا الهدف. وإن شاء الله الوتيرة راح يشوفونها يعني يمكن السكان سواء كان بالطرق الرئيسية أو بأعمال البنية التحتية في المناطق السكنية راح يشوفون وتيرتها يعني اللي هي راح تتسارع إن شاء الله مع نهاية هذه السنة وخلال السنتين أو الثلاث سنين القادمة راح تتسارع الوتيرة بشكل كبير. يعني يمكن احنا نتكلم على مثل ما قلت لك يمكن سابقا احنا يعني هذه اليوم قاعدين احنا وقعنا عقود للطرق الرئيسية وفي بعضها ردي بدأ من ناحية التصميم المبدئي، لكن مثلا المناطق السكانية ردي احنا تم توزيعها وشركات استشارية قاعدة تشتغل في كل مناطق البلد على بناء على الأولويات، فبدء التنفيذ في المشاريع هذه اللي تغطي المناطق السكانية ان شاء الله راح يكون حتى مع يعني نهاية السنة وبداية السنة الجاية، والوتيرة راح تتسارع ان شاء الله في خلال ثلاث سنين الجاية ما في شك. يعني أعزائي المشاهدين ما زال في جعبة عين على قطر الكثير، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB.
لماذا أستيقظ كل يوم؟ أستيقظ كل يوم لأنني أؤمن أنه مهما بلغت تحديات الحياة فإن في انتظاري فرصا سانحة، لأنني أدرك أن هناك مستقبلا واعدا، لأن أحلامي لا تتوقف حين أفتح عيني. أستيقظ كل يوم لأنني أؤمن بغد أفضل لي ولك. بعدما استدركنا أنها شأن يعنينا واتجهت أسهم استثمارنا بحياتنا اليومية وأعمالنا إلى عالم صديق للبيئة، تشاركنا حلولا بديلة خضراء كي يستثمر عالمنا بالأخضر. على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومتابعة لفقرات حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع. معرض هو الأول من نوعه في مجال التبريد والتسخين ومواد العزل، تستضيفه العاصمة القطرية لأول مرة بمشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية الناشطة والعاملة في هذا المجال. طبعا عدد من الشركات التي تبحث عن حصتها في هذا السوق القطري الذي تستعد إلى مجموعة من المشاريع في مجال البنية التحتية وكذلك أيضا مشاريع الأبنية، والأهم منها ربما قد يكون مشاريع المونديال الذي سوف يستفيد ويستخدم أفضل الوسائل والأدوات العالمية المتعلقة في مجال التبريد بالطاقة الشمسية. يبقى الهاجس والأثر البيئي الذي تخلقه وتخلفه تقنية التكييف والتبريد مصدر قلق عند جمهور الباحثين والمصنعين على حد سواء، ومحرضا لهم نحو ابتكارات وتقنيات جديدة تقلل ما أمكن من الأثر البيئي لهذه الحاجة الإنسانية والتي تتزايد مع ارتفاع درجة حرارة الأرض. حاجة دفعت بنخبة من الشركات العالمية الفاعلة في هذا المضمار لتقديم جديدها تحت مظلة المعرض الدولي للتبريد والتسخين والعزل في الدوحة. بالفعل المعرض فيه أكثر من 30% من الشركات وصلت بتكنولوجيا سنة 2013 لأنها تخفض استهلاك الطاقة من 35 ل40% من الاستهلاك العادي للطاقة. العام الماضي في 2012 كان إنتاجنا 42 مليون وحدة تكييف، أما العام الحالي إن شاء الله بيوصل إنتاج ل 60 مليون وحدة تكييف بما يعادل تقريبا 60 مليار دولار في المبيعات. أما من ناحية الأبحاث فإحنا أنفقنا 258 مليون دولار العام الفائت على تقنية تنقية الهواء وتنقية توفير الكهرباء وكل التقنيات الجديدة اللي جري دايما كل سنة بتقدم فيها مميزات بشكل أكتر. قطر البلد الخليجي الذي يعيش طفرة عمرانية وتطويرا مستمرا لبنيته التحتية استعدادا لاستحقاق المونديال، ينتظر أن يحقق قطاع أعمال التكييف والتبريد والتهوية فيه نموا يصل إلى 20% بحلول العام 2017 بالتزامن مع ارتفاع معدلات النمو السكاني واتساع القاعدة الاقتصادية والتي تستوجب زيادة بنسبة 60% من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية في أنظمة التكييف والتبريد في الدولة، ما يجعل من قضية ترشيد استهلاك الطاقة أمرا حيويا وملحا نحو تحقيق الاستدامة الواردة في رؤية قطر للعام 2030.
كل الاهتمامات اللي جاية ازاي نوفر طاقة، لان الطاقة يعني اذا كانت مش مستدامة ففي فترة وهتخلص، واذا كانت مستدامة ازاي احنا نشوف اقل طريقة لاستهلاكها، يعني ان احنا نبقى ايه نستفيد بالمنتج باقل استهلاك للطاقة. الحقيقة بنقدر نقول المكيفات كانت سابقا تشتغل على غازات ليست صديقة للبيئة، حاليا تم تطوير الغازات غازات التبريد وأصبحت معظم المكيفات تعمل على غازات صديقة للبيئة. قطر التي باشرت في استخدام تقنية تبريد المناطق والتي ستشمل لاحقا تبريد الملاعب ومناطق التشجيع بتقنية الطاقة الشمسية في مونديال الكرة في العام 2022 باستثمار ينهز 4 مليارات دولار، يجعل من مسألة إقامة صناعات متوسطة وصغيرة في مجال التكييف والتبريد خيارا استثماريا جديدا في دولة ما تزال تشهد معدلات نمو قوية وتعمل على تحجيم الأثر البيئي الذي تخلفه صناعة النفط والغاز على الإنسان والأرض في قطر. أكاديمية قطر للمال والأعمال وبحضور عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة تعرض إلى جديد دوراتها في السوق القطري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر القطرية والناشطة في مجال الإدارة وكذلك مجال الأعمال. التقيت السيد الدكتور عبد العزيز الحر وهو الرئيس التنفيذي للمركز وتحدث بالتفصيل عن دورات المركز وما الذي يمكن أن تقدمه للكوادر القطرية والكوادر المحلية. احنا اليوم كان اللقاء التعريفي للمؤسسات والوزارات الحكومية، يعني دعينا كل هذه الجهات للحضور. انا صراحة منبهر مثلك يعني بحجم الحضور اليوم من الجهات ومن الاشخاص المعنيين بقضية تنمية الموارد والمواهب البشرية. اليوم هذا ينم على اش كثر ان هذه الجهات مهتمة بهذا الجانب ومؤمنة بالركن الرابع من اركان رؤية قطر اللي تتكلم على التنمية البشرية. عرضنا برامجنا، عرضنا سلتنا من البرامج والشهادات والتأهيل اللي نقدمه في التخصصات المختلفة، ووجدنا ومثل ما أنت شفت تفاعل كبير جدا مع هذه البرامج، وإن شاء الله هذه فقط خطوة أولى لخطوات أخرى من التواصل مباشر مع هذه الجهات لمساعدتهم على تحديد الاحتياجات التدريبية، تنفيذ تخطيط البرامج التدريبية، ومن ثم أيضا تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع. طبعا كما أشرنا دكتور، طبعا هذه حلقة في سلسلة حلقات، ولكن في السابق كان أيضا لديكم حضور في هذا الاتجاه، ما الذي تنفذ أو تحقق على أرض الواقع؟ أنت شفت الجهات اللي احنا عرضنا نحن تعاملنا معها بالفعل خلال فقط 5 شهور اليوم من يوم ما بدأت الأكاديمية بثوبها الجديد وبطرحها الجديد، حققنا يعني مساحات من التعاون كبيرة مع جهات كثيرة في الدولة مثل أريدو، مثل المصرف المركزي، مثل هيئة قطر للأوراق المالية، مثل بورصة قطر، مثل قطر للبترول. يعني أنا ما أبغى أعدد الشركات والمؤسسات اللي تعامل معها حتى ما ننسى أحد منهم، ولكن السوق استقبلنا استقبال كبير جدا، وبعض الجهات مثل ما ذكرنا في العرض اختارت ان توقع مع الأكاديمية عقود طويلة اجل، مع ان احنا عمرنا الحقيقي في هذا المجال كان عمر قصير، ولكن الحمد لله استطعنا ان احنا نحصل على ثقة السوق وثقة العميل. طبعا نلحظ من خلال هذه الانطلاقة وهذه الوجهة أنتم تتوجهون إلى المؤسسات التي تستطيع أن تنفق على برامج التدريب والتطوير، ولكن ماذا عن شركات القطاع الخاص والشركات العائلية؟ كيف يمكن أن تتوجهوا إليها أيضا؟ احنا اليوم طرحنا للشركات الصغيرة او الشركات العائلية او الشركات الخاصة انها اذا ما تستطيع انها تتبنى برامج متكاملة حق لشركاتها تستطيع انها تتبنى افراد، لذلك فتحنا مجال في الأكاديمية مجال التسجيل في برامج للمؤسسات وللأفراد، فالمؤسسة ما تستطيع انها تتبنى مجموعة لكن تستطيع ان تتبنى شخص او فرد واحد، لذلك يعني المجال مفتوح حتى للمؤسسات اللي لديها فقط شخص أو شخصين لديهم الرغبة في التدريب والتعلم والتطوير، حتى الأفراد على المستوى الفردي خصوصا الشهادات المهنية الاحترافية مثل CFA والCMA والCPA إقبال الأفراد عليها أكثر من إقبال المؤسسات، وهؤلاء الأفراد يعرفوا القيمة السوقية والمهنية لمثل هذه البرامج، لذلك هم يقبلون عليها بشكل كبير.
ولكن دعني أنقل لك انطباع حول هذه الدورات. هي صحيح تقدم إضافة على المستوى المعرفي والعلمي، ولكن هناك من يقول أنها الرسوم مرتفعة قليلا، ألا تنوي ربما تخفيض هذه التكلفة؟ احنا لأن أكاديمية قطر للمال والأعمال مؤسسة غير ربحية، فليتأكد الجميع أن الرسوم اللي نضعها رسوم مدروسة جدا، we are very price sensitive، يعني احنا حساسين لقضية الرسوم قبل الشخص نفسه، وإحنا نضع نفسنا مكان المؤسسات والأفراد اللي يدفعوا هذه الرسوم. ولكن خليني أقول لك، إذا كان هذه الرسوم فيها عبء مالي اليوم، بعد صدقني بعد اجتياز هذا البرنامج سيكون مثل العسل على قلوب على هؤلاء الناس، لأنهم راح يجدوا آثار مثل هذا الاستثمار بعد فترة قصيرة من الزمن. وبهذا اللقاء أعزائي المشاهدين تكون حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها. في الأسبوع القادم بالتأكيد نلتقي فإلى ذلك الموعد. تقبلوا تحيات معمر عواد وفريق العمل. فإلى ذلك الموعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.